رجل أو امرأة مكرم أو مذل فأمام الله يتساوى الكل. إخوتي أخواتي، تلك كانت مشيئة الله سبحانه لبني البشر ليعيشوا حياة، نعم حياة أفضل. فهل سعينا لتحقيق مشيئته عز وجل بيننا؟ كلا، عوض أن نحمل الرسالة لنكون نورا للعالم من حولنا، أطفأنا مصابيح النور بفساد أفكارنا وأفعالنا. على أرضنا قهرت المرأة وظلم الفقير واستعبد المسكين. وبتحدي لمشيئة الله ميزنا بين البشر، صنفناهم لفرق وملل، نعتناهم بالضال والملعون. إخوتي أخواتي، إن مشيئة الله عز وجل هي أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون، ولا خلاص لنا مما نحن فيه إلا